وحلم بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يغمي أترا في الأرواح تنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حي الله الحبيبات الغاليات، أسأل الله أن يحفظكن وأن يبارك فيكن، لنكمل درسنا الجميل ونكمل أسباب النزول، لنرى هذه الآيات في من نزلت وما سبب نزولها وما الأحكام التي تترتب عليها، لنتعلم من كتاب ربنا لتسير أمورنا وتنضبط معايشنا ونمشي على هدى من ربنا، أن نقتفي أثر سلفنا الصالح وأثر الصحابة الكرام، بل وأثر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طبعا هذه كانت الآية الثانية التي تنزل في شأن الخمر. قبل هذه الآية نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله عز وجل قال أنه: يا محمد، يسألوك الناس ويسألك الصحابة عن الخمر، فما نزلت التحريم؟ نزلت أن فيها منافع للناس يبيعونها ويشترونها وتنمو تجارتهم، وفيها وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر الإثم الذي يجنى منهما أكبر من النفع. فهذا كالذي يقول لك: أنا أعمل في محل حشيش أو محل شيشة أو محل دخان، فيقول لك: فيها ربح وربحها أكثر. فتقولي له: نعم صح أنك ستجني من هذه المحلات، لكن الإثم الذي ستحصل عليه والمال الحرام الذي ستجنيه أكبر من هذه الفائدة. فنزلت آية أنها فيها منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا بعمر بن الخطاب يقول: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، هذه فيها منافع للناس وفيها إثم، هل هي حرام؟ فما نزلت آية إلى أن صلى عبد الرحمن بن عوف مرة وكان يصلي في الناس، فأخطأ وهو يقرأ سورة الكافرون، فبدل أن يقول: الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال: نعبد ما تعبدون وتعبدون ما نعبد. فهذه بسبب غلطه في الصلاة، الغلط الفاحش هذا غير المعنى وقال أنه سيعبد ما يعبدون. نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانت هذه الآية الثانية التي نزلت فيها التحريم. ثم قال عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فبعد غزوة أحد نزل تحريم الخمر، فقال علي عمر حينها: انتهينا الآن. فخرجوا إلى المدينة، كسروا الأوقية وكسروا القباب التي موجود فيها الخمر حتى ساح الخمر في طرق المدينة، صارت المدينة كلها تجري خمرا، كل واحد عنده في بيته آنية ولا قنينة أو وعاء فيه خمر، إما يهرقه وإما يكسره كسرا. فنسمع إلى ما قال الشيخ في هذه الآية عن علي بن أبي طالب. قال: ولعلي أحكي لكم قصة علي بن أبي طالب عندما أنهي القراءة. قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما. عبد الرحمن بن عوف أحد الصحابة الكرماء، طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، ليس حرام، الله قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما قال لنا أنه حرام. فأخذت الخمر ما أخذها سكرنا، وحضرت الصلاة فقدموني، فقرأت قل يا أيها الكافرون. طبعا الذي صلى ليس عبد الرحمن بن عوف، إنما علي بن أبي طالب، وأنا أخطأت بهذا فعذرا، لأن علي قال عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وسقانا خمرا، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت. إذن هو علي، فعذرني على هذا الخطأ. فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، حتى إحنا معاكم عليهم ونحن نعبد ما تعبدون.
فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنزلت هذه الآية فكانوا يخافون أن يشربوا خمرا فتأتي الصلاة، فتبدأ وقت الصلاة الخمر يتقنن فيبدأ يضيق. الآن نريد أن بعد الفجر معانا وقت إلى الظهر، بس هذا وقت عمل، فلا نشرب في الظهر وإلى أن يأتي العصر، وبين العصر بين الظهر والعصر وقت الطعام والغداء، فلا يوجد وقت، فيقنن فيأتي الذي يريد أن يشرب سيشرب في العصرين، سيشرب بعد العشاء، لم يعد إلا وقت أو وقتين فقط. فصار كثير من الناس يتركونها لأن الصلاة ستأتي، وسبحان الله لأن الصلاة مقسمة على ساعات اليوم كله، فمتى ستشرب الخمر؟ فكانت هذه أول تدريب لهم ليتركوا الخمر، وهذه الطريقة تستخدم مع من يتعاطى المخدرات. عافاني الله وإياكم، وعافى أبناءنا وأزواجنا وشبابنا من هذا البلاء. الذي يتعاطى المخدرات ما ينفع أن أنت تمنعيه تاما عن المخدرات، بل تقولين له: لا بأس، اليوم سنأخذ جرعتين أو 3 جرعات، ثم الأسبوع القادم سنأخذ جرعة جرعة، ثم بعد شهر كل يومين 3، ثم كل أسبوع جرعة، ثم بعد كل شهر جرعة، ثم تقطعينها. كذلك المدخنين، كثير من المدخنين يقولون: لا أستطيع أن أترك الدخان. طيب لا تتركه، بدل أن تعمل 2 باكجات في اليوم، اعمل باكج في اليوم لمدة أسبوع أو مدة 21 يوم، ثم اجعلها واحدة واحدة كل يوم، ثم باكج في الأسبوع، ثم في الشهر، ثم ستتركها. هكذا النفس، تري النفس كالطفل إن شبت على حب الرضاع تشب، وإن تفطمه ينفطمي. النفس كالطفل إذا شبت على شيء والله سيبقى ابنك يرضع إلى أن عمره 5 و6 سنوات، لكن لما تفطمي تقولي له: ازدان نف، خلاص كملنا، فسينفطم ولدك. كذلك نفسك: أنا والله لا أستطيع أن أترك المسلسلات والأغاني، كيف أعيش بدون مسلسلات وأنا أقلب الهاتف وأقلب التلفاز على المسلسلات؟ طيب يا غالية، كوني شوفي مسلسل واحد في اليوم بدل العشرة التي تشوفيها، في الأسبوع مسلسل، في الشهر مسلسل، إلى أن تكرهيها وتبدأي بالدروس والمحاضرات والقرآن، سترين نفسك قد ابتعدتي عنها تماما، لا تنقطع انقطاعا. هذا أصحاب الهمم العالية الذي يستطيعون أن ينقطعوا بالمرة، لكن أغلب الناس لا يستطيعون. فقونني وبدلي إلى أن يكرمك الله، وإذا علم الله فيك صدقا وفقك لكل شيء. سبب آخر، نرى إلى السبب الآخر الذي ذكره العلماء في نزول هذه الآية عن عمرو، عن عمر بن الخطاب قال. عمرو قال عن عمر أنها لما نزلت تحريم الخمر، قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. هذا الذي حدثتكن فيه قبله. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: فدعي عمر فقرأت عليه، قيل: يا عمر، هذه الآية قد أنت سألت، قلت: يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، أنزل الله هذه الآية. فعمر ما رأى تحريما، عمر يريد التحريم، عمر يريد أن يقول هذه حرام. وهذه أيضا من المواقف التي وافق فيها رب عمر عمر. أنا ذكرت لكم أن العلماء ذكروا كثيرا من المواقف التي عمر كان، يعني سبحان الله، لم أرى عبقريا يفري فريه فيه من الذكاء والفطنة والحق ما يجعل الوحي يوافقه، فسبحان الذي أكرمه بهذه الكرامات. قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ليس فيها تحريم، أنا أريد تحريما يا رب. فنزلت الآية التي في النساء، هذه الآية التي نحن في صددها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر: يا عمر، قد نزلت آية، ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني بعد الصلاة يجوز لنا أن نشرب؟ لا، أنا أريد بيانا شافيا. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية
لتكون جوابا وبيانا شافيا لك يا عمر. إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا، هذا البيان الشافي الذي كنت أريده. وفيه أن الخمر حرمت على مراحل، والحكمة في التدرج في التشريع مراعاة دواخل النفوس، لأن فطمها عن ما ألفته ابتداء يشق عليها، كيف تفطمينها على شيء هي تعودت عليه؟ ولذلك راعى الشرع هذا الأمر. عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها رجل من العراق، فقال: أي الكفن خير يا أمنا؟ وعائشة كانت يأتي إليها الرجال ويستفتونها من وراء حجاب، رغم أنها أمهم، والبعض كان يدخل عليها لكنها كانت تبقى بحجابها وكانت تخاطبهم. فقال لها هذا الرجل العراقي: أي الكفن خير؟ أي أنواع الكفن أفضل؟ كفن القطن، الكفن الصافي، الكفن الأبيض، أي أنواع الكفون خير أو الكفن خير؟ قالت: ويحك ويحك، يعني ما لك وما يضرك، ما يضرك إذا لبست أي نوع من أنواع الكفن، إنما أنت ميت، ستسأل عن عملك، ستسأل عن دينك، لن تسأل من أي قماش هذا، ويحك ما يضرك أي كفن تكفن. قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك، أريني المصحف الذي تقرأين فيه. قالت: ولم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. ما معنى لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف؟ كيف سيؤلف القرآن فإنه يقرأ غير مؤلف؟ ما معنى كلمة تأليف؟ يلا من تخبرني؟ تفسير؟ لا، يكتب. يكتب ماذا؟ يجمع القرآن، مجموع، جمع في عهد أبي بكر، جمعت الصحف، يعني يحبها أو توافق رأيه؟ لا، يغير أو كيف؟ لا، ما يغيره، ما يختار، يعمل له غلاف؟ لا، التفسير، يألفه مثله، يكتب مثله، ينسخه، يسمى نسخ، هذا بيقول انسخه، يرتب ويكتب. أحسنت يا أم صادق. أؤلف القرآن يعني أرتب أحداثه، أرتب سور القرآن على أحداث، نعم فزت يا حبيبتي، أرتب أحداث، أرتب السور على الأحداث، مثلا أجعل أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني ما أخليش أول واحدة الفاتحة وبعدها البقرة وآل عمران، لأن البقرة نزلت في المدينة، وإحنا عندنا سور المفصل كلها نزلت في مكة. هاتي مصحفك، أرد قل هو الله أحد، أرد اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول واحدة، ثاني واحدة المدثر، ثالث واحدة الفاتحة، رابع واحدة كذا، وخلي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في الأخير، لأنهن نزلين، والمائدة هذه كانت من أواخر التي نزلت. فقالت له: وما يضرك أية قرأت قبل، وما يضرك آية قرأت قبل، أو أيه قرأت قبل، إيش بيضرك إذا قرأت بالفاتحة والبقرة وآل عمران؟ ليش بدك تقرأ بأول واحدة بإقرأ أو بالمدثر؟ ما يضرك أي آية قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. أنت لا تفكر إن القرآن هذا مرتب هكذا، يعني من ما أتى حطيه، الله له حكمة، إنه أول ما تقرأ الفاتحة والبقرة وآل عمران، حتى وإن كانت من أواخر ما نزل، لأنه أول ما نزلت آيات الجنة والنار والحساب والعقاب والتوحيد، لأن الناس يريدون شيئا يخوفهم، شيئا يردعهم، شيئا يقول لهم: إن لم تتركوا عبادة الأصنام فإن وراءكم جنة ونارا. فلما ثاب الناس إلى الإسلام ودخلوا في دين الله واطمأنت قلوبهم بهذا الدين، الآن نخبركم بالأحكام والشرائع. فلما يأتي أحد يدخل الإسلام، ما نأتي نقول لها: لازم تفعلي كذا وكذا وكذا، لا، نقول له: أولا تعرف أن الله واحد أحد، وأنه لا
عيسى ليس ابن لله وتوحد الله، فإذا وحده واطمأن به بعده أخبره بالصلاة وأن عليك 5 صلوات، وهكذا أتدرج معه، لا آتي إليه وأقول له كما حكى أحدهم قال لما أول ما دخل في الإسلام قال الشهادتين ثم قالوا هيا بنا إلى المشفى، فقال ولما نذهب إلى المشفى؟ قال حتى نختنك لأنك غير مختون، قال لكني لا أريد أن أختن، قالوا لا لا بد أن تختن، قال لا أريد هذا الدين، قال إذا خرجت قطعنا عنقك، قال ما هذا الدين الذي إذا دخلت فيه قطعوا عضوك وإذا خرجت منه قطعوا رأسك؟ فهذا من الجهل، هؤلاء الناس الذين فعلوا في المسجد هذا الأمر هؤلاء جهال، والختان ليس واجبا بل إنما هو لمن أراد وهي من السنن وليست واجبة، فالله المستعان. فلما يدخل أحد إلى الإسلام نأتيه بالأساسيات بالتوحيد والجنة والنار، ثم قليلا قليلا على حسب حاله، على حسب الأخوات تدخلن في الإسلام تنكلمها تلبسي الحجاب، حتى لو وضعت فقط على رأسها تلبسي الحجاب وتتستري وتصلي، وقليلا قليلا نكلمها بعدها من البنطال ومن الملابس قليلا قليلا، ثم من النمص والمكياج، لا نأتي إليها من البداية فنقول لها هذا حلال وهذا حرام، نحببها أولا بدين الله وستقتنع هي من نفسها. فهذا بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء، فإذا أكرمك الله وجعل أحدا يسلم على يديك فتذكري هذا الأمر، والمهم عندك أن توحد الله، لأنها لو ماتت وهي غير محجبة وماتت وهي متبرجة وماتت وهي تفعل ذنوب وهي تشهد أن لا إله إلا الله ستدخل الجنة، ستأهم شيء أن أنت تنقذيها أولا من النار، البقية سهل، البقية حتى لا نتعذب في النار، لكن أن احنا ننقذ الناس من النار وندخلهم الجنة فهو الأساس، قولوا لا إله إلا الله وبعدها الباقي سهل. كم من مسلمين عاصين ومذنبين لكن بسبب إسلامهم لا إن شاء الله لن يخلدوا في النار، لأنه لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولكن سيعذب قليلا على حسب ذنوبه، فنسأل الله أن يجنبنا كبير العذاب وصغيره بفضله وكرمه وجوده ورحمته، لا بأعمالنا ولا بإحساننا. قالت حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر أول ما نزل كما كان مثلا يريد عمر يريد أن تحرم الخمر مباشرة لا تشرب الخمر، لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لا نستطيع أن نعيش بدون الخمر، تعودنا عليها كل يوم في كل دقيقة كل ثانية، ونحن متى ما شئنا أخذنا الكأس وشربنا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لأنه عندهم من ما أراد زنا، ولكن نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية، لجارية العبد يعني فتاة صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، سورة القمر من السور المكية، وفيها آيات الزجر والوعيد وقصة نوح وعاد وثمود ولوط وموسى وفرعون، آياتها شديدة، ما نزلت الخمر ولا الزنا ولا الحلال ولا الحرام، نزل التوحيد والتخويف من عاقبة الكفر ومعصية الرسل، وما نزلت سورة البقرة والنساء، البقرة مدنية والنساء مدنية، فيها من الأحكام وفيها من الآيات العظام التي ترتب للناس حياتهم، لم تنزل إلا وأنا عنده في المدينة، قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه أي السور، قالت له خذ المصحف واكتبه كما هو، لا تغير ولا تؤلف ولا ترتب، جزاك الله خيرا على حرصك، ولكن هكذا مات رسول الله وهو الذي رتب لنا المصحف هكذا، فكان يقول لنا ضعوا هذه السورة عند كذا وضعوا هذه الآية عند كذا، فما مات إلا وقد رتب لنا المصحف كله، فلا تتعب حالك واقرأه كما هو، والحمد لله على نعمته. طيب نحن انهينا آيات الخمر، ولكني أريد أن أقص لكم قصة، أحب هذه القصة جدا، وبعض أطرافها في عند صحيح البخاري. فعلي بن أبي طالب أتت إليه خولة بنت حكيم، كانت امرأة كبيرة، فقالت له يا علي ما لك لا تخطب فاطمة؟ قد أتاها الخطاب، قد خطبها أبو بكر وخطبها عمر وردهما رسول الله، لما لا تذهب وتخطبها؟ وعائشة وفاطمة
قد صارت فتاة، صارت شابة جميلة. يأتيها الخطاب، قال من أين لي أن أخطبها؟ وهي أنا أريد أن أخطبها، أنا لست كارهة لخطبتها، ويعني وهي في أنا في تلك الساعة المباركة التي أتزوج فيها ابنة عمي وفاطمة رضوان الله عليها، لكني لا أملك شيء. قالت اذهب اذهب وكلم رسول الله، ولعل الله يجعل لك من أمرك مخرجا. قال فذهبت، ورجل تقدمني ورجل تؤخرني، حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته هبت، خفت، هيبته أنستني كل شيء. فقال لي أهلا، تفضل. فسكت فجلست. قال لي ما تريد؟ فقلت لا شيء، فقط أريد أن أسلم عليك وأذهب، لا أريد شيئا. فنظر إلي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما أريد في وجهي، فقال لي ما لك يا علي؟ فقلت لا شيء يا رسول الله. قال لعلك أتيت تخطب فاطمة. فنظرت إليه قلت إي والله نعم أتيت يا رسول الله لأخطب فاطمة. تكلم بما في قلبه صلى الله عليه وسلم، فقال له ما تعطيها صداقها؟ ما الذي ستعطيها من الصداق؟ قال يا رسول الله والله ما عندي شيء، ليس عندي شيء أبدا. قال ما فعلت؟ درعك الحطمية، أنت كان لك درع حطمية كسبتها في الغزو. قال نعم هي موجودة. قال أعطها إياها وتكون صداقك، لا تكون صداقك لها. ففرح علي فرحا شديدا أنه سيعطيها درعا حطمية، وقيل 400 دينار ساعده النبي، أو أعطاه 400 دينار ساعده فيها بأن يعطيها منها صداقا. فقال أولم. قال بما أولم؟ قال أوليس عندك ناقة، هذه الناقة كسبتها؟ قال نعم. قال أولم ونادي الناس وتكون وليمة العرس. فخرج علي سعيدا فرح أن الحمد لله المهر موجود والوليمة موجودة. وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم كان حمزة جالسا في مجموعة من الأنصار يشربون الخمر، فلما أخذت الخمر مسلكها وسكروا، قالت أحد الجواري لما لا تقوم أيها الشهم الهمام فتنحر لنا جزورا فنأكله؟ قال نعم. فقام إلى ناقة علي الذي ليس له غيرها فنحرها وقال لهم يلا اطبخوها وكلوا وهم سكرانين. وعلي فرح أنه سيذهب ويطبخ ويأخذ الناقة هذه ويذبحها وتكون وليمة عروسه. فذهب وإذا الناس قد طبخوا وقد أكلوا ولم يبقى منها شيء. فرأى علي هذا المشهد والدموع في عينيه، ناقة وليمة عروس لم يعد فيها، وهم مسلمين لكن هذه في السنة الثانية للهجرة، لم تنزل آيات الخمر، آيات الخمر نزلت بعد أحد، يعني بعد السنة الثالثة، ونحن الآن في السنة الثانية للهجرة. فلما رأى علي هذا الكلام ما تكلم وما استطاع أن يرد جوابا، بل امتلأ حزنا وغصة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله حمزة ما رأيتك اليوم، أخذ شارفي هذه ناقتي فجزرها ونحرها وطبخوها وأكلوها التي ستكون وليمة عرسي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وأخذ رداءه وخرج، فرأهم جالسون يا سكرانين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ماذا صنعتم؟ كيف تتعدون على ماله؟ فرفع حمزة بصره القهقرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شاف إلى رجله ثم إلى ركبته ثم إلى بطنه ثم إلى صدره ثم إلى هذا، لما تنظري من الأسفل إلى الأعلى. فقال له حمزة يتكلم هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ سكران. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى الوراء وخاف أنه يزيد يغلط فينزل عليه عذاب، فقال خرج خرج. فلما خرج في اليوم الثاني نزلت آية التحريم، أو كانت غزوة أحد فماتوا واستشهدوا فيها، ثم نزلت بعدها آية التحريم. فسأل الصحابة كيف الناس الذين ماتوا والقمر في بطونهم، كانوا في المساء سكرانين واليوم الثاني كانت الغزوة فماتوا وما عرفوا بتحريمها، فالله عز وجل قال ما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنهم ما كانوا عارفين بتحريم الخمر وما عصوا الله
إنما ظنوا أنه فيها منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فماتوا وهم شهداء ولم يدروا بتحريم الخمر. فزوج النبي عليا رضي الله عنه بفاطمة وأولم له وأعطاه وساعده. ففي كل مرة تقرأين هذه القصة تذكري قصة علي، وأنا سأقرأها لكن في صحيح البخاري، لكن بإذن الله لعلنا بعد العيد أن نعود إلى كتاب البخاري ونقرأ القصة من كتاب البخاري، فلما نقرأ هناك ستتذكرن هذه القصة بإذن الله. لدينا وقت، نأخذ الآية التي بعدها. قال المولى عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية قيل أن لها سببين نزول. أولا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اللي هم اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بكل ما يكفر بالله، بكل ما يعصى به الله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون لكفار قريش، إذ أتى وفد من كفار قريش إلى اليهود فقالوا لهم: أنتم أهل كتاب وأنتم عندكم التوراة والإنجيل وقد سمعتم ما قال محمد، فمن هو على الحق؟ محمد هذا الذي يدعو إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام وترك الخمر والزنا، أم نحن الذين على دين آبائنا والذين نعبد الأصنام والذين نحسن للحجاج ونسقيهم ونحن أشراف العرب، فمن خير؟ فقال أهل الكتاب الكاذبين الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ولا يؤمنون بما عندهم من الكتاب، قالوا للذين كفروا: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لا، أنتم أحسن من المسلمين وأنتم أفضل من المسلمين. فقال الله: أولئك الذين لعنهم الله، أنتم والمشركين قد لعنكم الله بسبب كفركم وكذبكم، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لعنك الله وأخرجك من رحمته وطردك من فضله، فمن يرحمك؟ فمن ينصرك إن كانت اللعنة أتتك من الله؟ انتبهين، الطاغوت هو كل ما يعبد من غير الله، كل شيء يعبد من غير الله يسمى طاغوتا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. انتبهي يا غالية من اللعن، عندما تلعني ولدك، عندما تلعني شيء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة، فكان رجل على ناقة فأبت أن تتحرك، فقال لها: تحركي يلعنك الله، حركي الله يلعنك. لعن الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، دام لعنتها خلص ارجع معها ولا اتركها وامشي بدونها. فانتبهي من مسألة اللعن، اللعن هذه مسألة عظيمة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة. لما كعب بن الأشرف أتى مكة قالوا له: نحن أهل السقاية، نسقي الحجاج، والسدانة نكرمهم ونهتم بأمور المسجد الحرام، وأنت سيد أهل يثرب، وهو كان يهودي، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر؟ الصنيبير يعني الصابئ الذي خرج وخالف جماعتنا وخالف رأينا، المنبتر الذي خرج من بيننا، المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا. هم يسألون كعب بن الأشرف الذي كان يقول الهجاء، والذي تكلمنا عن قصة قتله، من الذي قتل كعب بن الأشرف؟ أشوف أنت ذاكرات في الدرس الرابع أو الخامس، من قتل كعب بن الأشرف؟ الذي عمل الحيلة وقال له: أنت عندك أعطر العرب واجعلني أشم رأسك، فلما مسك رأسه قال لأصحابه: عليكم عدو الله، فقتلوه. ما اسم الصحابي الجليل الذي قتل كعب بن الأشرف؟ نسيت، محمد بن مسلمة، أحسنتن، محمد ابن مسلمة، أحسنت، بارك الله فيكم. ما رأيتم هذه الأسئلة، القصص لما تتكرر تفهم الآن شيئا آخر عن كعب ما قرأتي في قصة مقتله، هذا قبل مقتله، ذهب إلى مكة، فأهل مكة أتوا وقالوا: لا، نحن أهل السقاية والسدانة، وأنت سيد أهل يثرب، فمن خير، نحن أم هؤلاء المسلمين؟ فقال كعب بن الأشرف:
أنتم خير منه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالأصنام، ويؤمنون بالكفر، ويؤمنون بكل ما يعصى الله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقيل أن في إن شانئك هو الأبتر نزلت أيضا عندما توفي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون انظروا إلى ذلك الأبتر الذي لا ولد له، فقال الله إن شانئك هو الأبتر الذي يتكلم عليك هو المقطوع، أما أنت فذكرك باق إلى قيام الساعة. والحديث عند النسائي في السنن الكبرى وابن حبان والبزار، وصححه الألباني رحمه الله. وفيه توافق أهل الباطل على عداوة المؤمنين وبغضهم، لأنهم كما قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون بعضهم يحب بعض ويأمر بنفس المعاصي ونفس المنكرات وينهون عن المعروف، وإذا في صدقات قبضوا أيديهم ولا يخرجون صدقاتهم، فهم نسوا الله، نسوا توحيده، نسوا إيمانا به، نسوا طاعته، نسوا إنفاقا في سبيله، فنسيهم الله، سينساهم في الدنيا فلا يوفقهم إلى الخير، وينساهم يوم القيامة حين يدخلون نار جهنم. فنعوذ بالله من النفاق أو من مصاحبة المنافقين، أو أن نكون ممن يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف أو نقبض أيدينا أو ينسانا الله، نعوذ بالله أن ننسى الله فينسانا وينسينا أنفسنا، إن المنافقين هم الفاسقون. لكل من أمر بمنكر فهو من الفاسقين، لكل من نهى عن معروف فهو من الفاسقين، لكل من والى المنافقين يدخل ضمن هذه الآية، فنسأل الله السلام. الآية 59 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، شوف الآية التي قبل، الله عز وجل يتكلم عن في نفس الوجه وفي نفس الخطاب يتكلم عن اليهود والنصارى، ويتكلم عن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والمنافقين، ثم يأتي الخطاب إلينا ليحذرنا. طيب أنا الآن قلت أعوذ بالله أن احنا نوالي المنافقين ونوالي المشركين ونوالي من يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف، فالله عز وجل في هذه الآية نبهنا وحذرنا. قال الله عز وجل بعد أن نبهك إلى أن إياك وأصدقاء السوء، إياك ومصاحبة المنافقين والمنافقات، قال لنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ابتداء، فكلما أمركم الله لا بد أن تطيعوا، وأطيعوا الرسول لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه ما قال رسول الله كما قال الله، فما قال لك رسول الله قل سمعا وطاعة. وأولي الأمر منكم، هنا أولي الأمر منكم في المعروف وفي طاعة الله وفي الخير، أما أن يأتي ولي الأمر فيأمرنا بالمعاصي، يأمرنا بالفجور، يأمرنا بالخنا والزنا والخمور، فلا طاعة له. أبو بكر لما قام خليفة على المسلمين قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، كلمة قالها أول خليفة للمسلمين، أول رئيس للمسلمين بعد رسول الله، كلمة حق أطيعوني ما أطعت الله فيكم، لكن خالفت الله فلا تطيعوني. والذي يقول لك طاعة ولي الأمر في كل شيء، قولي ما قالها أبو بكر ولا قالها عمر ولا قالها أسيادنا الصحابة، فمن أمر بطاعة نقول له سمعا وطاعة، ومن أمرنا بمعصية نقول له لا سمعا ولا طاعة. فأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء، اختلفنا في شيء، في مشاكل، في كذا، ماذا نفعل؟ فردوه إلى الله والرسول، رده إلى كتاب الله، رده إلى سنة رسول الله، رده إلى فعل الصحابة، إلى فعل السلف، تجدين ما فعلوه وما قالوه هو الحق والخير والهدى، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا أنتم مؤمنون بالله الذي حكم والذي شرع، وتؤمنون باليوم الآخر الذي ستعودون إليه وستقابلونه، قد لا تؤمنون، قد تكونوا تؤمنون بالله لكن تذكروا اليوم الآخر. سبحان الله، جمع لك هنا الإيمان بالله، لأن الذي يؤمن بالله لن يكون حاكما ظالما، ولن يقتل شعبه، ولن يعذب الناس، ولن يأخذ أموالهم، ولن يشردهم، ولن يبهذلهم. واليوم الآخر أخذ الأموال وجنى وجالس فوق الكرسي وحاكم، ستعود إلى الله. ولقد ذهب من قبلك كثير، أين الملوك الأوائل؟ أين هامان وقارون؟ أين الذين ذهبوا من أبناء جنسك، من الناس الذين هم أمثالك؟ ذهبوا وقد لقوا أعمالهم. فهذه الآية تذكر كل أحد يتولى أي أمر من أمور الدنيا أو الدين، أنت تؤمن بالله، تذكر اليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أن ترده إلى الله والرسول، هذا هو الخير وهذا أحسن التأويل. لأن إحنا يا رب إحنا لا ندري ماذا نفعل، ماذا فعل رسول الله، ماذا فعل الصحابة، هذا هو أحسن تأويلا. عن ابن عباس رضي الله عنه، أي أحد، الطاعة تكون بالطاعة، أن لا أطيعه إلا بطاعة الله. من ما كان زوجي يقول لي الله أريدك أن تتبرجي، لا يا حبيبي لن أتبرج. أريدك أن تنزع الحجاب، لن أنزع الحجاب، أعتذر، مستحيل. أبي يقول لي افعلي كذا، لا لن أفعله يا والدي، أنا أحبك وأنا كذا، لا أطيع أحدا في معصية الله أبدا. من ما كان طاعة الله، لا أعصيه بأي أحد، أيا يكن، زوجا، أبا، أخا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، جعل عبد الله بن حذافة في سرية، فلما كان في هذه السرية قال للناس الموجودين معه: افعلوا كذا وكذا، فما نفذوا أوامره، فغضب عليهم غضبا شديدا، فقال لهم: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، قال: أوقدوها، فأوقدوها، فقال لهم: إن رسول الله قال لكم أن تطيعوني في كل شيء، قالوا: نعم، قال: فإن هذه النار آمركم أن تدخلوا فيها، يلا كل واحد منكم يرمي نفسه. طبعا هو أخطأ بهذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه لما رجع. بس شوف الصحابة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطيعوه، أي شيء يقول لكم نفذوا أوامره، فأحجم القوم وقالوا: نرمي أنفسنا أو نطيع الرجل أو نخالف الإمام. فأحجموا وقالوا: إنما أسلمنا هربا من النار، نحن دخلنا في الإسلام علشان الله ما يدخلنا النار، فلماذا نرمي بأنفسنا؟ فسكن غضبه وهدأ. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، يعني لو دخلوا هذه النار سيبقون في النار إلى ما شاء الله. أرأيت معك عقل ومعك سمع وبصر، فلا تطيعي أحد ولا تكوني إمعة، ما فعل الناس فعلت. والله كل الناس يا أستاذة يعملوا أعياد الميلاد، كل الناس يحتفلوا بالشعبانية، كل الناس يعني يفعلون هذه المنكرات، نأتي نحن لا نفعلها؟ نعم، لأنها مخالفة لشرع الله، مخالفة لسنة رسول الله. كوني، لا تكوني إمعة، كوني صالحة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، التزمي ولو كنت وحدك، امشي على الكتاب والسنة ولو كنت وحدك، البسي اللبس الواسع والعباءة الواسعة ولو كنت وحدك، نعم ستكوني غريبة، فطوبى للغرباء. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، اللي هي سرية عبد الله بن حذافة، وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، ما أمركم فيه عبد الله أطيعوه. فغضب عليهم مرة، أمرهم بأمر فغضب،
وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم، أنا مشدد عليكم وعازم عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، جمعنا الحطب وأوقدنا النار والآن نرمي أنفسنا. فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، انطفأت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. والحديث عند البخاري ومسلم، وفيه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الطاعة في المعروف، وأن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله من طاعة الله ورسوله. أمرنا بخير، أمرنا بصدقات، أمرنا بجهاد، أمرنا بتستر، أمرنا الولي بأي أمر من أمور الدنيا فيه خير لنا ومنفعة وليس فيه معصية، نقول له سمعا وطاعة، بل طاعتك من طاعة الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الأمير ولا الرئيس يقول: يلا سنفعل كذا وكذا من أمور الخير، فنقول: لا، لا نريد، نحن نعصي الله ورسوله، لأن الأمير أمرنا بخير وبمصلحة وبمنفعة. وإنما الإمام جنة، يعني حماية، يقاتل من ورائه ويتقى به. أنتم الإمام الصالح يحميكم الله بهذا الإمام الصالح التقي، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر، وإن قال بغيره فإن عليه منه، إذا فعل أمرا يخالف الله ورسوله فإثمه عليه. والحديث عند البخاري ومسلم. وأختم بقولي بالمقولة التي تقول: كيفما تكونوا يولى عليكم، لو كنا صالحين لولى الله علينا الصالحين، ولكن لأن الأكثر فينا فاسدين فقام يتولانا الفاسدين. فنسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يهدينا أولا ليكون منا الهداة المهتدين الذين يحكموننا بشرع الله ويأمر بالخير وينهوا عن المنكر ويعيدوا لنا مجدنا الذي سلب منا. إلى هنا نتوقف يا غاليات، وأراكن غدا لنكمل الآيات الجميلات من سورة النساء. استودعكن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحل بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم، اقرأ أول حرف يغمي هترا في الأرواح تنسى.